وللمزيد حول فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، معنا عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. دكتور طلعت، بعد التحية حدثنا إذا تكرمت عن المساعدات التي تتم أو التي تم تقديمها حتى الآن، وما هو المخطط تقديمه مستقبلا؟ وطبعا بعد يعني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة وبناء توحيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بادر التحالف بإرسال قافلة بداية ب 108 قاطرة محملة ب 1000 طن المواد الغذائية، 300 ألف عبوة دواء، 200 ألف بطانية، أيضا ملابس ومياه وغيرها. واستمرت القافلة يعني لحد بداية نوفمبر، دخلنا في المرحلة الثانية واللي احنا كنا مخطط ليها من اول نوفمبر ان كل يوم ندخل 65 قاطره محمله بكل المساعدات الانسانيه. واستمرت، والنهارده طبعا كان يعني اكثر من 530 قاطره محمله بالمواد الغذائيه والادويه والمستلزمات الطبيه والملابس والبطاطين وغيرها. وجمله ما تم تقديمه من مصر الدوله المصريه والمجتمع المدني 12000 طن مساعدات انسانيه حتى الان، بينما كل دول العالم الشقيقه اللي يعني ساعدت الشعب الفلسطيني عن طريق مطار العريش لم تزيد عن 3000 طن. يبقى احنا بنحقق اكثر من 80% من المساعدات اللي دخلت الى غزه، وده دور مصر ومستمرين. والرئيس قال لنا وهو بيلتقط معانا الصوره التذكاريه ان لسه اللي جاي هيبقى اكثر، واحنا طبعا مستمرين في مساعده الجانب الفلسطيني. وده الدعم الانساني، ولابد طبعا ما نقول الدعم الانساني في كمان دعم سياسي قام به فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان له الفضل الاول في مساله الهدنه اللي هتبدا صباح غدا. كان هو له الدور الكبير جدا في عمليه تبادل الاسرى، كان له دور جدا في وقف اطلاق النار اللي هيتم ان شاء الله صباح غدا. ايضا موقف الرئيس النهارده كان واضحا، وطمن الشعب المصري كله ان يعني سيناء خط احمر ولن يتم تهجير اي مواطن من فلسطين الحبيبه الى سيناء. ليس ان احنا الشعب المصري بيستقبل وعندنا 9 مليون مواطن عربي، ولكن دول موجودين عندنا كضيوف مؤقتين لحين الامور تستقر عندهم. اما النزوح لو التهجير القسري تم بالنسبه للاخوه الفلسطينيين الى سيناء، فتبقى القضيه انتهت الى الابد، لن تكون هناك قضيه بعد ذلك. هو طبعا حرص الرئيس على القضيه الفلسطينيه وموقفه الثابت والموقف القوي والشجاع والحكيم، بياكد كل يوم ان مصر هي الدوله الزعيمه، وهي الدوله اللي هي فعلا قدمت الغالي والنفيس للشعب الفلسطيني من سنة 48 وحتى الآن. وستظل مصر تقوم بدورها الإنسانية. دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.